لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موقع الحادث بالجيزة مراسل الغد كريم الشيخ. إذا كريم، انقل لنا الصورة والوضع لديك. قبل قليل من الآن انتهى البحث الجنائي هنا من معاينة موقع الحادث، هذا التفجير الذي حدث في 6:15 من مساء اليوم هنا في هذه المنطقة، وأسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 بالإضافة إلى السائق والمرشد السياحي الذي كان يستقل هذه الحافلة في هذه المنطقة. وبالتالي منذ هذا التوقيت والقوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث لمعاينة الحادثة وفرض كردون أمني على الحادث، وبالتالي هذا يعني كما نرى الآن هناك حالة من الزحام الشديد في هذه المنطقة. رئيس الوزراء المصري وصل قبل قليل إلى مستشفى الهرم، وهي تبعد تقريبا 4 كيلومترات عن هذا الحادث أو عن موقع الحادث، ووزيرة الصحة أيضا وصلت إلى مستشفى الهرم لمعاينة أو للاطمئنان على المصابين، و يعني رئيس الوزراء أكد أنهم سيعملون خلال الساعات المقبلة على توفير الرعاية الكاملة لهم. الصورة تنقل لكم الآن الحافلة والنيابة العامة تقوم بعملها في هذه المنطقة، ربما خلال الساعات المقبلة سيتم رفع الحافلة على هذه سيارة النقل الكبيرة المتواجدة في موقع الحادث الآن. هذه الصورة كما قلت هي لقطات حية من موقع الحادث، والمصادر الأمنية أكدت لنا قبل قليل أن التفجير تم عن بعد. هذا أو هؤلاء السائحين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة كانوا في طريقهم من الأقصر وصولا إلى الهرم، كانوا في زيارة إلى منطقة الهرم صباح اليوم، وبالقرب من هذا المكان هناك بازار سياحي، هذا البازار كانوا يشترون منهم بعض الاحتياجات لهم قبل مغادرة المنطقة. إذا ما رصدت الصورة زميلي رامي يمكن أن يرصد لنا الصورة، الحافلة كانت تخرج من هذا المكان، هذا هو طريق المريوطية الرئيسي، وكانت باتجاه الخروج إلى الدائري، هذا الدائري الذي يصل إلى مطار القاهرة الدولي. وبالتالي هذا الملف يعني قليل من السيارات هي من تتجه به، وبالتالي كانت العبوة الناسفة بجوار هذا السور الموجود بأحد المنازل الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي العبوة الناسفة كانت موجودة في هذا المكان، وفور علم الإرهابيين بوصول هذه الحافلة قاموا بتفجير العبوة الناسفة في هذه الحافلة، وبالتالي نتج عن هذا الحادث وفاة 2 حتى اللحظة وإصابة تقريبا 10 و2 آخرين مصريين. أشكرك كريم الشيخ، كنت معنا من موقع الحادث بالجيزة، شكرا لك.